هما يمحوا تبداو القرايه من الاول العام ماشي حتى الاخر، حيت كاين شي واحد كيخليوها حتى الاخر وانت كتجي صعيبه شويه. كنتي دوز الكونكور فرونسي، كاين بزاف ديال لي زيكول فرونسيز اللي مزيانين، كاين بولي تكنيك اللي مشهوره بالكونكور اللي تبارك الله ليكس، وكاين لو ان اس، كاين لو ان اس راه دينونا دينو دين وسطي واعتدال وهذا ما كان. المهم الاخوان دابا شفنا مع زهير والخديسي هضرونا على الانجينيري، دابا نشوفوا واحد الدري اللي تبارك الله دابا يلاه خدا الباك ديالو في 2020 ماشي بحالنا حنا نشرف واحد شويه، هو يلاه خدا باك بي سي. اه وي باك بي سي، خدا باك بي سي يلاه هذا العام هذا، ودار واحد ليكول بريفي اللي كتعرفوا كاملين اللي هي لويير. دابا غيهضر لينا هو اولا كيفاش دوز الباك ديالو، ومن بعد يهضر لينا على علاش اختار لويير وشنو ناوي يدير في المستقبل ان شاء الله. دونك سميتي زكريا الانصاري، 17 عام، عندي باك 2024 بس تير واحد دقيقه نميت واحد صوي صغير غنقولتي خوذ زكريا شوف خليك شوف راه حنا مقصرين شويه هكذا ما تستريس ما والو راه مشى غيهز شي عصا ديال الشطابة و غيطفي بها عليك صافي دير ميوتيتي أو سوبريما. دابا قولينا كيفاش دوزتي الباك ديالك، واش واجهتي شي صعوبات باك 2024 كيفاش داز، عرفنا على الباك ديالك. المهم الدراري أنايا بعدا في الصيف ما كنتش بريباريت الباك، بديت من الأول العام كنبريباري مع لي بروف اللي عندنا في المدرسة، كان تبارك الله عندنا واحد البروف ديال المات تبارك الله عليه كان كيخدم معنا المات فيزيك، هو اللي عتقني شويه حيت انا في سيزيام ما كنتش ما انتريسي بالمواد ساينتيفيك، غير زعما غير المواد اللي تاع الاخرين بحال الفرنسي وديكشي الاخر. دونك في الباك انا بديت بريباري من الاول العام، صافي داز داكشي بخير الحمد لله، خديت الباك ديالي الحمد لله. المهم بغيت نسولك على الباك ديالك، كيفاش دوزتي الباك زعما النهار ديال الباك كيفاش داز داكشي، ديتي اول ماده هي الفيزيك، كيفاش كانت الفيزيك نتوما؟ كان ما عانيتوش نتوما من الاضرابات نتوما ياك؟ لا حنا كنا في ما سعدلاتكم كانت في ديال الاضرابات الحمد لله، ولكن اذا دابا داك الباك جاك فهمتيني خويز ساهل شويه ماشي يسهل، ما الا خدمتي راه غادي تكون كشي اللي خدمتي راه تلقى هو هذا. المهم عاود لينا دابا الفيزيك كيفاش دوزتي اول ماده، كيفاش كانوا الاجواء؟ المهم الفيزيك دخلنا، هي كانت اول ماده، كنت شويه مبريباري الفيزيك بزاف على الشيمي، دونك صافي بديت بالفيزيك شويه الشيمي زقلت فيه شي حاجات الحمد لله، عاودت في المواد الاخرين كنت من بعد في العشيه لونغلي كيما كلشي عرف دازت ساهله هذا العام، ساهل عطاوني واحد الموضوع ساهل، كان داك اللاعب ساديو ماني اللي كنت عارفو ساديو ماني صافي. من بعد الغد ليه كان عندنا المات راه عرفتي صحاب سيونس بيسي كيكونوا مجاهدين شويه في المات، المهم الحمد لله المات داز بخير، داكشي اللي قريناه هو اللي تحط لينا هذا العام، كان شويه المات تحط ساهل. من بعد كان عندنا الفيلوزوفي حتى هي الحمد لله عطاونا ديك المواضيع اللي كنا مراجعينهم، ولكن نصيحه من عندي زعما تكونوا حافظين على الاقل جوج سؤال باش تكونوا حافظين مزيان باش ما تطيحوش في الاغلاط اللي طاحوا فيهم شحال من واحد، زعما كيمعول على المجزوءه وحده وكيصدق الطالب وما كي نعم ياك ما كتقصد هنايا تحشي في الغلط نتايا. يا حنا اللي حطينا الوضع البشري، انا فرسيوي بدنا غير الوضع البشري في الخط في الوطني في الامتحان ديال الفلسفه، وكل واحد هو اللي يسمش دبر راسو صار. بالنسبه للستريس ما كاينش فيك شي ستريس داك النهار؟ كيفاش جريتي شي ستريس؟ لا صراحه السيزيام كيما فين كدوز بروميير باك بحال دوزيام باك ما كاين لا ستريس الاول صح الحمد لله، ماشي من داك النوع اللي كتستريس او كتلف. لا ما كاين لا ستريس تبارك الله عليك. كتكون حنا كنا في مدرسه بريفي كيوجدوا كيديروا لك واحد الامتحان في المدرسه فهمتي بحال
كيستعدوا كتستعد للامتحان الوطني، كيعطوك كيحطوك في نفس الاجواء ديال الامتحان الوطني صافي كتمشي واجد. يعني حتى التلاميذ هذا هو في بريفي يقدروا مثلا يديروا هذه القضيه ديال يبدا واحد راسهم في الاجواء ديال الوطني باش يوجدوا اي حطوا اي شي اللي قلتها. هو الواحد تسمح لي المقاطعة، هو الواحد اصلا بلا ما يحتاج المدرسة ديرها يحاول اللي يبقى مثلا للوطني الجهوي ياخذ واحد الوقيته يخوي الطبله مثلا ولا البيرو اللي كيخدم عليه يجلس يبقى واحد ساعتين على حسب المده ديال كل ماده ديال الماده مثلا الماط على حسب الماط مثلا اللي كان بغي يخدم الماط والفيزيك يجلس ويدير مثلا واحد الامتحان سواء امتحان وطني سواء شي بروبليم ويبقى يشوف من هي يشوف الوقيته اللي غيدوز فيه باش يشوف واش غيقدر يجاوب على ديك الامتحان في واحد المده اللي محدده وفي نفس الوقت يشوف واش قد اصلا يجاوب عليه ولا لا. النقطه اللي قلتي مزيانه صراحه كنصحنا بها وسط الماط اللي كنقراو هذا العام انك فهمتي في الباك خصك تشيط واحد الوقت في الاخر ديال العام ديال زعما قبل ما تدوز الوقت تشيط واحد 15 يوم ولا 20 يوم تعطيها غير الامتحانات وتحط راسك في ذاك الجو ديال الامتحان باش تكون عندك واحد الفكره ماشي مش مشي وغادي تصدم ولا غادي يطرا لك غتنسى ولا غادي حاجه تكون بخير قبل وهذا هو اللي كاين. او ما تخلعوا ما والو راه امتحان عادي راه اي واحد كيدوز في الامتحان شحال من واحد دوزو الحمد لله. وبالنسبه الحمد لله وبالنسبه للويير علاش درتي الويير وشنو باغي دير من بعد الويير؟ صراحه الويير اختاريت دابا لونتوراج ديالي اللي كان شحال من واحد كنعرفو دخل الويير. شنو هي الويير بعدا؟ هذا هو السمية ديالو. اها وشنو الفيليغ اللي اختاريتي انت؟ انا اختاريت الانجينيوري ايرو سباسيال ايروموتيك. مزيان مزيان بارك الله فيك الله يحفظك الله يبارك. وبالنسبة للخلاص تما واش غالية ولا ما غالياش؟ كاين شي هي الصراحة هي الصراحة غير ما كيبقى انفستيسمون كيما قلتو قبل في الاخر كيكون ان غوتور سوغ لانفستيسمون فهمتي غادي يرجع داك الشيء بالنفع عليك فهمتي ماشي شي حاجه درتيها في خارج كاينه شي سميتها مشات لي سميتها كاع يعني بوكس منحه بوكس واش كاينه شي بوكس كاينه تماك بوكس المهم خصك الشروط ديال لابوكس هي تكون انك جايب 10 في الوطني وجايب ان موسيون دو سي بيان وتقدر تدفع على البورس ديالك وتقدر تشوفو حتى الملف زعما ديالك فينونسيغمون واش تقدر تخلص داك الثمن اللي مكنتيش غتخلصو يقدر يخرج لك واحد لابورس اللي تقدر توصل حتى لسيكون بورس. كاين حتى واحد لابورس اللي زعما الا كان عندك مع السبور ولا شي حاجة تقدر تدفع على البورس ديال السبور تقدر تعيف على البورس حتى توصل حتى لسيكون بورس حتى لسون بورس. كيفاش هاد القضية ديال السبور؟ انك تكون زعما في واحد الفرقة وعندك واحد الدوسي مزيان زعما كوتي سبورتيف غتخرج لك واحد لابوكس فهمتي زعما هادي قضية مزيان. المهم بغيت نشكر خويا نور وخويا الخديسي على هاد المجهود اللي كيديرو اللي كيعطيو للشباب كيدويو على لي زاني اللي دوزوهم و حتى الحلقة اللي كانت قبل اللي باقي ما تفرج فيها يجي يمشي يتفرج فيها نصحكم تفرجوا فيها بزاف د المعلومات فيها وهادشي اللي كاين. شكرا لك سي زكريا على الحضور ديالك شرفتينا بزاف. شكرا زكريا و بالنسبة للمتابعين نتمنوا نكونوا كنا عند حسن الظن ديالكم. بارك الله عليكم الدراري الله صافي سالي هذا هو ايوا صافي المهم.